تعداول جريدة نذكر لهذه التجربة بعثتها جمعية الخط واللي هي في صحافة المواطنة منطي وحدك وتصور وحدك وتبعث لنا حويجة حاضرة وإحنا نبثوها على القناة الوطنية الثانية في لوزينة. غير الضيار نخدم في الخدمة دي كي جانا فاخر ونرجس عرضوا علينا الفكرة على الخدمة دي نحن جانا تركناها في السنين قبل كنا نخدموا فيها مني في دار بويت وتركناها ما فهمش لا من يشتري لحد بس عم تقول نحن كان لعبن وجشبي وكليم نتاع الدار وبر وكي جانا فاخر قال عرض علينا المشروع هذايا المرة الأولى ترددنا وحبيني ما مش موالفين باش كيما نقولوا خالط وناس ما نعرفوهاش وما تلمينيش قبل مع بعضنا كيكي وخدمنا نخدموا كان في الديار وبرا في الديار الواحد نروح وبرا وليت نخدم على روحي وليت بفلوسي ما عادش نستنى ولدي ولا بنتي ولا راجلي باش نقولوا اعطيني مصروف لا معدا هي كيما نقولوا ماشي فلوس ياسر هكاك وبر حزين شويه حاكر صوم الخدمه نتاعي.